يا جماعه دلوقتي هنكلم صاحب ايمن عمر الانتيم ونعمل فيه معلق ونشوف بقى هيبقى في صفه ولا هيبيعه. الو السلام عليكم، ازيك يا عمر؟ عليك السلام. طول ازيك يا ريم، ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا ايمن كان كلمني قبل الصلاه وقال لي ان هو هيصلي معاك وعمال اتصل بيه ما بيردش، فممكن تدولي؟ لان هو قال لي ان هو هيجي يصلي معاك صلاه الجمعه. طب سلام. الو يا عمر. هو انت قلت لي ايمن فين؟ هو معلش لسه انا كنت الحق امي كانت بتدل عليا، بس معلش انا دخلت الاوضه تاني. لا لا لا، هو صلى وصلى وراح لك. صلى وراح لي؟ بس هو قال لي ان هو هيصلي ويفضل معاك. ليه؟ هيفضل معاك عشان يبقوا المشوار كله، وانا عمال اكلمه وما بيردش. هو تقريبا رجع، ممكن يكون رجع البيت عنده، بس هو قال لي انا هروح اعمل قلق لان هو كان بيتكلم معاك كده. ممكن يكون حد يكلمه في الطريق ولا حاجه وراح البيت عندهم مثلا. تمام. يعني انت اخر مره كنت مكلمه كان لسه ماشي من عندك؟ انا لسه مكلمه، يعني كان تقريبا حوالي 7-8 دقايق كده يعني. اوكي تمام. وصليتوا مع بعض؟ اه الحمد لله، كانت في الجامعه اللي جنبنا. اه طب الحمد لله، تقبل الله. امين. يا عمر بتصلوا مع بعض؟ يا عمر كده يا عمر؟ لا لا لا، ما خيبتش ظني. لا لا صاحب، بص سند بجد يعني. وانت بتقول لي لا رايح تكلم امك؟ انا لازم هرمي عليك الاول عشان تبقى معاك. اقول ايه؟ لا 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 لا، ما خيبتش ظني، انا كنت فاكره خدباني. المهم ان هو قفل السكه في الاول وقال لي روح اكلم. خلاص ماشي. عشان ده عمر بتحور عليا. ماشي يا عمر، ماشي ماشي، عشان اروح اعمل الملف في صاحبتها دلوقتي وهنشوف برضو مين اللي هيداري عليها. اه انت موافق نذيع ولا لا؟ نذيع ولا ما نذيعش؟ ماشي. دلوقتي بقى نيجي الدور على صاحبتها ونشوف هيداروا عليها ولا. صاحباتي اوعى تفضحوني. نبتدي بمين؟ ببسمة. بسمة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا بسمة؟ انا ايمن. الحمد لله بخير، ازيك انت، ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. بقول لك انا كنت بتصل على الاء، كانت بيرن عليها كتير بس هي ما بتردش، واللي انا اعرفه يعني المفروض احنا كنا نتقابل النهارده يعني، بس هي قالت لي ان هي هتبقى معاكي وبعد ما نخلص عندك يعني هنتقابل وكده، فانا برن عليها ما بتردش، فممكن تديها لي؟ يعني هي مش معاكي دلوقتي يعني؟ لا مش معايا. هي قايله لي ان هي معاكي. لا يعني هي مش معاكي؟ ما تعرفيش هي فين طيب؟ كده بتبقيني يا بسمة، ده انت يومك مش معدي. بعتيها يا بسمة، بعتيها. ايوه خلاص احنا هنشوف الباقيين بقى، هنشوف هيداروا عليها بقى برضو ولا لا. كده يا بسمة على ابوك، لينا فيديوهات لمنينا ولينا مقابلة لمنينا، صاحبتي الانتيم عملت فيا كده، ما نشوف بقية صحابي. كده 1-0 ليا، واحد او واحدة من صحابي اكتبيها لي. لا يلا نكلم مي. ممكن نكلم بقى مي. موكا. الو الو السلام عليكم. ازيك يا هي، اخبارك؟ انا هي. الحمد لله بخير، انت اخبارك؟ بقول لك يا هي انا كنت بتصل بقلق كتير ما بتردش، وهي المفروض اللي انا اعرفه يعني ان هي عندك حاليا، ممكن تدهني؟ انا عندي، فانا برن عليها مش بترد. الايه؟ هتشوفي هي مش عندك؟ الايه؟ انا فين؟ انا في البيت. هي قايله ان هي عندك، فعشان كده بتصل بيكي، انا برن عليها هي عارفه انا مش بترد. هي فين؟ هي مش جنبك؟ يعني هي مش جنبك ولا هي بتعمل حاجه يعني؟ اه هي بتعمل حاجه، ما تيجي وخليها تكلم. ماشي ماشي. ماهي بتضحك، نفسي اعرف يا ماهي بتضحكي ليه بجد؟ هي بتحاول تخبي عليك، هي بتحاول تخبي عليك، بتضحك ومش عارفه ترد. ايه
هي هتيجي ترن عليكي دلوقتي هتلاقيني موضع الطيران، فتشوفي معايا هتقولي الايمن هتقفي جنبي ولا تبيني زي صاحبتك اللي قبليه بسمه. بتكسر مش دلوقتي عمال ما ميت بتكسر بقى صار. على ساره الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ساره؟ انا ايمن. ازيك يا ايمن؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير، انت اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله على السلامه. انت جيت؟ الله يسلمك. اه جيت، نورت مصر. انا طبعا نورت مصر كلها منوره باهلها ان شاء الله. بقول لك يا ساره، انا بتصل بقالها كتير ما بتردش، اللي انا اعرفه ان هي عندك، يعني ممكن تدهاني عشان المفروض احنا نتقابل. انا كنت بتصل بيها كتير ما بتردش عليا، هي قايله لي ان هي عندك، ممكن تديها لي عشان ما بتردش تقريبا بسبب تليفونها. ايه؟ ماشي دقيقة واحدة. دقيقة واحدة في ايه يعني؟ عندي ايه واحدة تعبت عشان بره الصوت بتاعي. ثانية واحدة. ماشي. الو؟ الو؟ هيا سارة، هيا سارة. هي ايه؟ تتكلم في تليفون مع مامتها؟ ماشي يلا باي. نجحتي في الاختبار 100%. ايه كل ده دقيقة؟ على فكرة اتصلت مرتين. هو فين آلاء بالظبط؟ هي ايه؟ ما سمعتش يا مي كويس. هي لسه نازلة من شوية يعني، جاية عليا يعني؟ هي اه شكلها كده مش سامعه التليفون، اصلها بنرن عليها كتير. ايوه اه لا لا هي مش هي قالت لي هي جايه لك يعني. خلاص انا هي انت كلمتيها على التليفون يعني؟ لا انا ما هي ما كلمتها، بس هي ما ردتش، بس هي اكيد جايه لك يعني، هي اكيد سامعه التليفون. ماشي وانا هحاول. طيب تاني كده يا مي. ماشي يا مكة. بنعمل فيكم مقلب، بنشوف مين اللي صاحبتها اللي كده 100 100 واللي كده وكده. انا حبيبتي يا موكا صاحبتي. نجحت في الاختبار. موافقه نذيع ولا ما نذيعش؟ يلا باي. نتكلم بقى اختها ونشوف اختي. الو الو ازيك يا ولاء؟ عامله ايه؟ انا ايمن. اه ازيك ايمن، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. انت ايه اخبارك؟ بقول لك يا ولاء، يا علاء لسه عامل في البيت، انا بكلم عليها كتير وما بتردش. ما فيش يعني احنا ما حددناش معانا، انا قلت لها بعد ما حاجه اخر مره بعت لها على الماسنجر وقالت لي انها خلاص خلاص ونازله، انا رديت عماله ارن عليها ما بتردش. هي عندك يعني؟ مش عارفه هي اه بره الصاله سامعني ولا ايه؟ ماشي. طيب ماشي. ماشي يعني. ولاء. اختي حبيبتي. هتروحي تناديها منين وهي جنبي؟ ها؟ هتروحي تناديها منين؟